تفاصيل جديدة حول تدهور الوضع الصحي لحفتر وأنباء تؤكد دخوله مستشفى بباريس. انسحاب أغلب قوات ميليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة بعد أنباء عن هجوم لمسلحين من قبيلة العواجير على القاعدة. غسان سلامة يلمح إلى استبعاد جولات الحوار من الخطة الأممية في حال عدم التوافق على تعديل الاتفاق السياسي. أهلا بكم في العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في آخر تطورات تدهور الحالة الصحية لخليفة حفتر، أفاد راديو فرنسا الدولي نقلا عن مقربين من حفتر أنه يعاني من مرض السرطان منذ أشهر ويتلقى العلاج بشكل دوري في الأردن. بدورها قالت صحيفة ليموند الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة أن حفتر تعرض لجلطة دماغية ما استلزم تدخلا سريع ونقله من عمان إلى باريس. وكان مصدر مطلع للنبأ أفاد في وقت سابق بدخول خليفة حفتر في حالة غيبوبة مجددا بعد استعادة وعيه ليلة البارحة في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس التي يرقد بها منذ 5 أيام. كما نقل مراسل صحيفة الإكسبريس الفرنسية إيجو فانسو عن مصادر وصفها بالمؤكد وصول حفتر إلى المشفى مصابا بنزيف في دماغه. أوضح المراسل عن مصادر دبلوماسية أن حفتر يرقد في إحدى المستشفيات منذ 5 من الشهر الجاري دون أي تفاصيل عن حالته الصحية. من جهتها أكدت صحيفة لاري بوبليكا الإيطالية هي الأخرى أن حفتر في حالة صحية حرجة بفرنسا. هذا ونفى الناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري للنبأ تعرض خليفة حفتر لأزمة صحية قائلا إنه يتمتع بصحة جيدة. وكان مصدر مقرب من حفتر أفاد للنبأ في وقت سابق بنقله من الأردن إلى فرنسا لتلقي العلاج عقب دخوله في غيبوبة جراء أزمة في الرئة. وأوضح المصدر أن حفتر أصيب بضيق في التنفس ليلة الاثنين وغاب عن الوعي وأدخل إلى الإنعاش بعد أن كشف طبيبه المعالج عن احتمالية جلطة في القلب بسبب ماء في الرئة دون الكشف عن الحالة الصحية الراهنة لحفتر. وذكر المصدر أن مقربين من حفتر تواصلوا مع عدد من الدول الأوروبية إمكانية تلقيه العلاج قبل أن يستقر الأمر على فرنسا. هذا وكانت صفحات تواصل اجتماعي تنقلت أخبارا عن إصابة حفتر بوعكة صحية ونقله للعلاج في العاصمة الأردنية عمان. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة عقد اجتماع موسع في الرجمة لقيادات من قبيلة الفرجان الموليين لميليشيات الكرامة على خلفية الأزمة الصحية لخليفة حفتر. وأوضحت المصادر للنبأ أن الاجتماع شهد حضور ضباط مصريين لتدارس آخر المستجدات وكيفية التعامل مع الأزمة. هذا وأفادت مصادر للنبأ بانسحاب قوات محمد البوعيشي الفرجاني التابع لميليشيات الكرامة من المنطقة الممتدة من الوادي الحمر وحتى راس لانوف إلى جدابية إضافة لانسحابهم من محاور القتال في مدينة درعا. وأضافت المصادر أن الانسحاب يأتي على خلفية تدهور الوضع الصحي لخليفة حفتر. ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس الصحفية سيرين العماري. بداية سيرين، بما أنك قريبة من مكان الحدث، ما هي آخر المعلومات حول تدهور حالة حفتر الصحية إلى الآن؟ عندما نتحدث عن المعلومات لتطور حالة حفتر فإننا نؤكد أن حفتر في فرنسا، وهذه معلومة غير مؤكدة حتى الآن. يعني حتى الصحف الفرنسية التي ولت هذا الموضوع لم تجزم، يعني دائما هناك احتمال أن يكون في فرنسا واحتمال أن لا يكون في فرنسا، لأن السلطات الفرنسية تتعامل في العادة في مثل هذه المواضيع عندما تستقبل شخصية سياسية أو شخصية مثيرة للجدل حتى وإن
وإن كانت تعاني من مرض أو إصابة ما تتكتم على الموضوع. تواصلت اليوم مع وزارة الخارجية والداخلية، هم يقولون أننا لا يمكن أن ندلي بأي معلومة سواء كان هنا أو لم يكن هناك، ولكن المؤكد أنه ليس في مستشفى بيرسي الذي في العادة ما يستقبل الشخصيات السياسية العرب الذين يأتون للعلاج في ولكن هذا المكان. أبرز الصحف الفرنسية قالت أن حفتر الآن متواجد بفرنسا حسب تصريحات لهذه الصحف، وهي تواصلت أيضا مع دبلوماسيين فرنسيين. صحيفة يعني هي ليست صحيفة، هو راديو RFI راديو فرنسا الدولي، في الذي كتبه يقول هناك مصادر تقول بأنه هنا، ولكن لم تقل أننا نؤكد أن خليفة حفتر يتواجد في فرنسا. أيضا صحيفة لوموند تقول أن هناك مصادر تنفي، وحسب مصادرنا كما نعلم أن صحيفة لوموند الفرنسية لديها علاقات قوية وبإمكانها أن تصل إلى المعلومة بسهولة، تقول هناك يعني احتمالية كبيرة بأن يكون حفتر موجود في فرنسا. وأريد أن أشير بأن حفتر من المتوقع أن يكون في مشفى فال دو غارس الذي هو مشفى عسكري، وليس كما تم التداول بأنه في المشفى العسكري بيرسي الذي تم علاج فيه العديد من الشخصيات السياسية. طيب لماذا هذا التكتم سيرين على حالة حفتر الصحية وأيضا تواجده سواء في فرنسا أو غير فرنسا؟ هل هناك إجراءات تحذيرية من السلطات الفرنسية بشأن هذا الخصوص مثلا؟ هي فرنسا في العادة تتعامل بهذه الطريقة مع كل السياسيين، يعني فمثلا عندما تم علاج بوتفليقة في فرنسا وتم علاج يعني ملك المغرب هنا، تم التكتم التام من فرنسا لربما لأخذ تدابير احترازية، خاصة عندما تكون شخصية مثيرة للجدل ولديها أعداء ولديها محبين، فهي تتخوف من احتمالية يعني تجمع الناس أو سواء مع أو ضد هذا الشخص أمام المشفى أو إثارة الشغب أو حتى يعني احتمالية اغتيال هذا الشخص على الأراضي الفرنسية، فهي تتخذ هذه التدابير منذ سنوات يعني، ولم يتغير شيء في حالة حفتر. نعم الصحفية سيرين العماري كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس، شكرا جزيلا لك. أفاد مصدر مطلع للنبأ بانسحاب أغلب قوات ميليشيات الكرامة من قاعدة الرجمة وبقايا عون الفرجاني أمر جهاز القضاء والسيطرة وحده بحراسة مخففة. وأكد المصدر مغادرة خالد وصدام حفتر مقر الرجمة بشكل سريع بعد ورود أنباء عن هجوم مرتقب لمسلحين من العواجير على المقر. أكد مصدر محلي ببنغازي نجاة القيادي بحراك شباب العواجير عبد السلام يونس بحلاج العجوري من محاولة اغتيال الثلاثاء. وأوضح المصدر في اتصال مع نبأ أن مسلحين مجهولين طردوا طريق العجوري قرب المدخل الشرقي لبنغازي وأطلقوا الرصاصة على سيارته قبل أن يلوثوا بالفرار. وأشار المصدر إلى أن العجوري تعرض لإصابة طفيفة في رجله. قالت مصادر من قبيلة العبيدات للنبأ أن أعيان القبيلة اجتمعوا مع أمير كتيبة أولياء الدم المحاصرة لدرنة واتفقوا على المصالحة وتشكيل لجنة للتفاوض مع القوات المحاصرة للمدينة. نحن هنا لشدة الدفاع وقلنا ما احنا عندنا مساعي رنطفونا المكبورة اللي طارتنا كنتوا عرب تخضعوا للحرب ورانا معناها ما عرفتش حرب يعني. عطونا الضوء الاخضر واحنا اللي نحرك في المجتمع اللي حيطبكم ورا كل ما يصير في هالمنطقه في اللي كاين. وش نيمك؟ حسمت هذه يا الله قتلنا على الخير اللي ينادي ويقول رد الخير احنا هذا يروح بوجهه هذا 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 اللي رفع الراي يروح الخصيم يروح هذا الحاج عمار يمشي وجب سيدنا ما في اشكال مصطفى.
وكانت محاور القتال شهدت خلال اليومين الماضيين وصول تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الكرامة لتشديد الحصار على المدينة ومحاولة اقتحامها. التعزيزات بحسب مصادر جاءت بناء على أوامر سابقة من قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر، حيث شهدت محاور القتال انضمام سرية الردع المقاتلة بجذابية. يشار إلى أن ميليشيات الكرامة تحاصر المدينة منذ نحو سنتين في محاولة لاقتحامها. في سياق ذي صلة، قال عضو تجمع أهالي درنا الهويدي الجزيري أن أهالي المدينة يعيشون حالة من الهلع والخوف بسبب تهديدات ميليشيات الكرامة المتواصلة. وأضاف الجزيري في تصريح للنبا أن الأوضاع المعيشية بالمدينة لا تزال متردية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان في ظل استمرار الحصار المفروض عليها. وأكد عضو تجمع أهالي درنا أن مستشفى الهريش أصبح مهددا بالإغلاق، إذ لم يعد يستطيع تقديم أي خدماته للمواطنين نتيجة عدم توفر الأدوية والمواد الأولية. كشف تقرير أممي حجب الانتهاكات والاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له المدنيون في ليبيا. التقرير التالي والتفاصيل. احتجاز تعسفي وتعذيب وتجاوزات حقوقية عدة تشهدها سجون ليبيا، هذا ما وثقه التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أرقام صادمة تضمنها التقرير تقدر بالآلاف بناء على معلومات موثقة. اعتقلوا بصورة تعسفية بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية. أكثر من 6000 شخص وثقهم تقرير الأمم المتحدة وهم محتجزون في سجون رسمية تقبع في شرق البلاد وغربها، تفشت فيها مظاهر التعذيب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان. ما لم يكن في الحسبان هو ما كشف عنه التقرير بأن الموجودين داخل سجن قاعدة ماتيجا الواقع تحت سيطرة قوة الردع الخاصة معتقلون لم يعرض معظمهم على السلطات القضائية. وتبع التقرير أنه على الرغم من تبعية الردع إلى الحكومة المقترحة، ما تزال القوة تمارس عملية تعذيب وانتهاكات ضد المعتقلين، الأمر الذي يوحي بأن خضوعها للسلطة الحالية شكلي. لا يختلف الحال كثيرا في سجن الكويفيا الواقع شرقي بنغازي التي تسيطر عليه قوات تابعة لميليشيات الكرامة، حيث وثق التقرير ما يزيد عن 1500 شخص كانت قد وجهت إليهم تهم بانضمامهم إلى جماعات إرهابية، وقد احتجزوا تعسفيا لفترات طويلة رفقة عملية التعذيب هناك. انتهاكات أثارت قلق الأمم المتحدة التي رأت أن تنفيذ أحكام الاتفاق السياسي المتعلقة بمعالجة أوضاع المحتجزين تعسفيا قد تعثر. توصيات تضمنها التقرير بعد كشفه للانتشار الواسع لعمليات الاحتجاز في البلاد تمثلت في ضرورة تحرك السلطات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في تلك السجون ونقل من اعتقلوا بصورة قانونية إلى السجون الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة الفعلية وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات بدعم من المجتمع الدولي. قال رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهون صالح الفندي في تصريح خاص لنبأ إن خليفة حفتر شدد خلال لقائهم به على ضرورة أن تكون المصالحة مع كافة فئات الشعب الليبي بما فيها الإخوان. والله احنا تعرفين هذا كل ميلادنا مع الناس خلاف على حد يعني احنا تعرفين صح اذا ما بدنا نقول لقاء يكون في لقاء كبير ومصالحه كبيره اقوالنا الطيار الثاني يجوا من معادله لابد من نقاش معه لابد من حوارات معه لابد من مسؤولين حلو اللي هم اولادنا هم اهلنا والله هذا هم جزء من الليبيين احنا قالوا كلنا ما عندناش مانع صالح ما نصافح ما جرنا ما كل والله الناس كلها تبي المصالحه اللي مطلع اللي يقدر كل المصالحه ما كل بما فيه اختيار الثاني حتى ما يصير يتراخى اسمه في الموضوع قال تعال ايوه حتى احنا حق
ألمح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى استبعاد جولات الحوار السياسي خطط البعثة الأممية في حال عدم توافق مجلسي الدولة والنواب على تعديل الاتفاق السياسي. وأضاف سلامة في حوار تلفزيوني الثلاثاء أن الإحاطة المقبلة ستكون موعدا للإعلان عن آخر التطورات باعتبارها ليست مهمة للأمم المتحدة أكثر من السعي وراء بناء مؤسسات قوية في البلاد وفق قوله. سلامة أوضح أن إجراء انتخابات في ليبيا يحتاج إلى نص دستوري إما بتعديل الإعلان الدستوري أو بتبني قانون يضمن نجاح الانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص. ودعا سلامة مجلس النواب إلى إصدار قانون الاستفتاء بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الخيرات لعرضه على الشعب وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. مشاهدينا الكرام، العاصمة مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. منتجو التمور بجالو يستنكرون قرار الحكومة المؤقتة منع تصدير منتجاتهم إلى الخارج. أهلا بكم في العاصمة. أهلا بكم مشاهدين. أكد المتحدث باسم مركز مصراتة الطبية كرمجلوان استلام المركز رفاة جثمان العميد طيار حسين عمري قادما من مدينة الزنتان. وقال جليوان في تصريح لنبأ إنهم في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي، مشيرا إلى أن صدور التقرير يعقبه استكمال إجراءات تشييع الفقيد ودفنه. أعلن المركز الليبي للأعلام وحرية التعبير عن اختفاء أحد أعضاء فريقه رمضان التويب عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب العاصمة طرابلس. المركز في بيان له نشره على حسابه على فيسبوك ذكر أن الاتصالات انقطعت مع التويب عقب وصوله إلى مقر الجهاز على الرغم من عدم صدور أي استدعاء له بشكل قانوني. أعرب المركز عن أسفه لاستمرار ما وصفها من أجل وسياسات تضييق الخناق وملاحقة الصحفيين والحقوقيين من قبل الجهات الأمنية والمجموعات المسلحة. أقامت مؤسسة تكنوقراط ليبيا احتفالية في طرابلس للتعريف بأهدافها وأنشطتها. وتخلل الحفل العديد من الكلمات للتعريف بالمؤسسة التي تعمل على إبراز وتقوية دور التكنوقراط الذين يجري اختيارهم عن طريق الخبرة والكفاءة في إدارة الدولة لإصلاح مستوى الأداء بشكل عام. شكلت وزارة المالية بالحكومة المقترحة لجنة لمتابعة الوضع المالي والقانوني للقروض الليبية الممنوحة لبعض الدول. جاء ذلك على خلفية اجتماع عقده وزير المالية المفوض أسامة حماد مع المدير العام للمصرف الخارجي بطرابلس، بحث خلاله الوسائل القانونية والدبلوماسية التي من الممكن اتخاذها في مخاطبة الدول الممنوحة وضمان سداد الأقساط المتأخرة. دعا وزير العمل والتأهيل المفوض بالحكومة المقترحة المهدي لامين مصر إلى إعادة عمالتها والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. وقال الأمين في لقاء مع صحيفة الشروق المصرية إن ليبيا تضررت من هجرة العمالة المصرية نتيجة عدم الاستقرار الأمني، مؤكدا أن البلاد تشهد خلال العام الجاري استقرارا أمنيا. وأشار إلى أن هناك مساعي مع دول الجوار وخاصة مصر لتنسيق ترتيب آليات لنقل العمالة المصرية إلى ليبيا للاستفادة منها في سوق العمل بصورة تحافظ على حقوقها على حد تعبيره. أكدت مصادر من وزارة الخارجية المغربية وجود خطة لترحيل مواطنيهم المحتجزين في ليبيا مطلع الشهر المقبل. ونقل موقع شاهد 24 المغربي عن المصادر قولها أن ما يعطل ترحيلهم هي إجراءات التحقيق من هوية المحتجزين وعملهم على ألا يتسلل متشددون ضمن العملية وفق تعبيرها.
أضافت المصادر أن الوزارة تتابع وضعية المغاربة العالقين في ليبيا وتتواصل بشكل مستمر مع السلطات الليبية لإنجاح عملية عودتهم. نددت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي بقرار وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة القاضي بتغيير عدد من عمداء الكليات دون الرجوع إلى مجلس الجامعة أو التشاور معها. وأعربت النقابة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية بالبيضة عن انزعاجها مما أسمته إهمالا للاحتياجات الملحة والضرورية لاستمرار العملية التعليمية بالجامعة وعدم مراعاة الآليات والاعتبارات القانونية والإدارية والتقاليد الجماعية أو الجامعية في تكليف شاغلي الوظائف القيادية بها. كما أشارت النقابة إلى أن قرارات وكيل الوزارة ساهمت في إحداث شرخ في نسيج الجامعة نتج عنه تصرفات غير محمودة. استنكر منتجو التمور بمدينة جالو قرار وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منع تصدير منتجاتهم من التمور إلى الخارج واصفين القرار بالجائر. استغرب المنتجون في بيان لهم صدور هذا القرار في الوقت الذي بذلوا جهدا لزراعة النخيل ورفع الطاقة الانتاجية للتمور إلى 500,000 طن. دعا المزارعون إلى ضرورة إلغاء القرار ورفع الحظر عن تصدير منتجاتهم من التمور للخارج حسب البيان. قدمت المصالح الصحية في مدينة ترهونة خدمات طبية لأطفال دون سن 18 تعود أصولهم إلى دولة إريتريا. وذكر المجلس البلدي ترهونة عبر صفحته على فيسبوك أن القوة الأمنية بالمدينة استلمت أطفالا كانوا قد تعرضوا للتعذيب بالكهرباء والضرب والإهانة من قبل مجموعات خارجة عن القانون في مدينة مجاورة. جرى إجراء كافة التحاليل والكشوفات اللازمة. حذر المجلس البلدي سرت سكان المدينة من تركيب وصلات غير قانونية على الخطوط الرئيسية والفرعية للنهر الصناعي. وطلب المجلس في بيان له السكان بضرورة قفل كافة الوصلات التي جرى تركيبها في مناطق سلطان والأحتاوى والأربعين وسواوة وأبو هادي والغربيات والقبيبة وجرف. أشار المجلس البلدي إلى أن قوة أمنية ستتولى ضبط المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم حفاظا على الإمداد المائي للمدينة. أعلن جهاز النهر الصناعي عودة تدفق مياه النهر تدريجيا إلى مدينة بنغازي بعد توقف دام لأكثر من 5 أيام. ووفقا لما أوردت صفحة الجهاز على فيسبوك فأن سبب توقف ضخ المياه يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحقول المغذية. وأشار جهاز النهر الصناعي أنه من المتوقع أن يصل ضخ المياه إلى نحو 280 ألف متر مكعب يوميا. بدأت الشركة العامة للكهرباء في إجراء التجارب على تحسين كفاءة إنارة الشوارع بالعاصمة طرابلس عن طريق الطاقة الشمسية. وفقا لصفحة الشركة على فيسبوك فإن فريقا فنيا بإدارة التخطيط والدراسات قام بتركيب وتشغيل عمود إنارة الشوارع يعمل بالطاقة الشمسية بهدف تجميع البيانات والمعلومات للتوسع في هذه التقنية مستقبلا. حسب الشركة فإن الدراسة تهدف إلى تحسين كفاءة إنارة الشوارع وإيجاد البدائل لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات لتأمين الإنارة في أوقات طرح الأحمال. شهدت الخمس حفلة تكريم الفائزين في مسابقة الخمس الكبرى المؤهلة لجائزة ليبيا المحلية في حفظ القرآن الكريم. جانب من هذه الفعالية يستعرضها التقرير التالي. بعد منافسة شهدت مشاركة واسعة من حفظة كتاب الله على مستوى مدينة الخمس ضمن جائزة الخمس الكبرى لحفظ القرآن الكريم المؤهلة لجائزة ليبيا المحلية، أقام فرع الشؤون الاجتماعية بالمدينة حفلة تكريم للمتفوقين في المسابقة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
العدد المتقدم لهذه المشاركة بعد التصفيات 125 طالب، بعد التصفيات وتحصل 25 طالب مقسمة إلى أجزاء، القرآن كامل 5 طلبة والنصف من القرآن 5 طلبة كذلك، وثلاثة أجزاء والربع من القرآن وجزء عامة. الاحتفالية توجت المسابقة التي كان شعارها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، وحضرها إلى جانب المنظمين أولياء أمور الفائزين ولفيف من المشائخ والحفاظ والمهتمين، حيث تبنت وزارة الشؤون الاجتماعية وشركات السفر الخاصة القيمة المالية للجوائز المقدمة والتي تنوعت قيمتها بحسب فروع المسابقة وأجزائها. حصلت على الترتيب الثالث، وكانت جائزة عبارة عن عمرة مقدمة من شركة ديار الخير جزاهم الله عنا ألف خير، وكانت المسابقة منافسة قوية فيها جدا، والمتسابقين يعني ما شاء الله من جميع المراكز. مبادرات يتلاقى فيها القطاع الخاص مع العام، وتهدف إلى دعم ورعاية القرآن وأهله والرفع من المكانة الاجتماعية للحفاظ. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة. كما يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني نبدو تي في وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.